المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديد والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية يتحدث عن أول ميدالية أولمبية في تاريخ الخماسي الحديث المصري ويفتح الملفات المهمة والشائكة في الرياضة المصرية ولقاء استثنائي مع هانا جودة بطلة الأهلي ومعجزة تنس الطاولة المصرية وإبراهيم حمدتو معجزة الرياضة المصرية وملهم الرياضة العالمية مفاجآت وأسرار مع الكابتن خالد العوضي في حصاد الأبطال الجمعة الساعة 7 مساء على قناة الأهلي.